السلام عليكم. كلنا طبعا عارفين اسكندريه فيها اجمد مطاعم في مصر. طب ممكن نلاقي بقى حد في اسكندريه يعمل لنا فراخ مقليه تنافس كنتاكي؟ حاجه جامده كده تضرب كنتاكي؟ اكيد فيه. فاحنا النهارده هنجرب كنتاكي وهنجرب مطعم البركه ومطعم كاركي ومطعم ويجزو. هنجربهم الاربعه ببعض وندوق ونشوف مين احسن حد هياكلنا فراخ مقليه. انا محمد عواد من يتاكل اكل، يلا بينا. هنبدا بقى المقارنه بمطعم البركه. احنا لقينا فرع ليه على الكورنيش، جبنا منه وروحنا قعدنا الناحيه الثانيه نجربهم كلهم كده مع بعض. جبنا البركه وجبنا كنتاكي، كاركي وويجزو طلبناهم دليفري على هنا. اللي وصل كاركي وويجزو هو اللي متاخر عن ساعه بعد ما طلبناه. خلينا نبدا كده بالبركه. جايب اربع قطع سبايسي اسمها وجبه البيك، سعرها 90 جنيه. ايه نفتح كده، هي جاي معاها توميه وكول سلو وكاتشب. وده ايه ده؟ ده رز. كل ده ب 90 جنيه وحده كايزر كبيره. نفتح بقى كده الفراخ نشوف حجم القطع. دي متوسطة دي ودي كبيرة، ده جناح ودبوس، يعني بتهيألي الوجبة معقولة أحجام كويسة. خلينا بقى ندوق. بسم الله، فراخ رايقة الصراحة. خلينا بقى كده إيه نجربها بالتومية. حلوة أوي التومية دي، كول سلو كمان حلوة. بصراحه تجربه الفراخ عند البركه جامده قوي، فراخ مقرمشه كده، السبايس بتاعها مظبوط، مش قوي قوي بيولع وبرده مش مختفي كده وسط الطعم. كمان الفراخ متبله كويس جدا ومستويه كويس قوي. تجربه بقى الوجبه كلها جامده الصراحه، يعني بطاطس، كول سلو، توميه، رز، عيش، كل حاجه في الوجبه جامده جدا. كنتاكي بقى، كنتاكي دفعنا عنده 132 جنيه في الاربع قطع، بس هو بعد بيبسي مع الاربع قطع. الصراحه البركه كان مروق علينا اكتر، يعني احنا دفعنا عند كنتاكي 132 جنيه، خدنا الاربع قطع وبطاطس وكول سلو وبيبسي. البركه بقى كان مدينا رز وكول سلو وبطاطس واربع قطع وب 90 جنيه. شكل كده اسكندريه هتعمل شغل عالي كمان في البروست برضه. البطاطس لا، احجام كنتاكي اتسخطت قوي. دي كده حجم القطع، بس خلينا بقى نحكم بالطعم. نفتح كده من جوه الاول. كنتاكي برضه لما بيبقى رايق بيظبط الكلام. خلينا ندوق. هما الطعمين قريبين قوي من بعض. البركه يقدر ينافس كنتاكي لما بيبقى رايق. كنتاكي المره دي مظبوط، طعم الفراخ حلو ومتبله كويس وسبايسي واضح، لكن تاكي المره دي على غير العاده يعني، والبركه بينافسه في حالته الكويسه. فلا البركه ده كده شكله تقيل قوي. لا في الكول سلو كنتاكي الكول سلو بتاعته اروق بكتير. خلينا بقى نخش على اللي بعده، كاركي. ولسه ويجزو لحد دلوقتي ما جاش وعدى الساعه. كاركي وجبه اربع قطع ب 95 جنيه. خلينا نشوف معاها ايه. بوكس، بوكس تاني، كايزر، بوكس تالت. امال فين الفراخ؟ تعالى نفتح ونشوف. انا قلت الاقي بوكس كبير كده فيه الفراخ، فين ده؟ ده جايب قطعتين وقطعتين، بس هي غامقة شوية. هو مفيش كول سلو؟ لا في كول سلو. دي بقى البطاطس. تعالى بقى نشوف حجم القطع. والله شكلها معقولة يا أسامة، هي أكبر من كنتاكي بس ما وصلتش للبركة. تعالى نفتح كده الفراخ نشوفها من جوه، هي غامقة من بره، مش عارف بقى من جوه تبقى إيه. لا مش غامقة من جوه خالص، هي بيضة عادي، بس مفيش أي أصل للسبايسي جوه. أفتكر هو ده السبب اللي مخليها غامقة من بره، إن هم مخلين السبايسي في البريدنج. بسم الله. مش عارف، هي فراخ نظيفه فيها سبايسي جاي من بعيد شويه، مفيش بقى اي توابل خالص بقى، دي يعني طعمها مش قوي خالص. طعمها بعد الاثنين اللي اكلتهم دلوقتي لا ما مش حاسس بيه. لا كاركي زعلنا بعد كنتاكي والبركه. بطلت عليها رشه توابل حلوه كتر خيرهم. هي دي كول سلو، هي معموله بصوص غريب، في حاجه طعمها غريب قوي في الكول سلو دي. هو بصراحه كنتاكي بيعمل احسن كول سلو. خلينا طيب نشوف ويجزو اللي وصل بعد ساعتين الا ربع من ما طلبناه، نشوف جاز يكون الامل فيه. خلينا نخش على ويجزو. سعر الوجبه الاربع قطع بقى عند ويجزو 90 جنيه. هنشوف دلوقتي معاه ايه. يا علبه كمان. حاسس بكركي شويه، يعني غامقه من بره والحجم هو مش كبير ولا حتى متوسط. لا بس هنا في حته كبيره، ايه في حته واحده كبيره. دي بقى كول سلو وانتوا مين؟ بطاطس كده. كايزر بقى اربع قطع، كول سلو، اتنين كايزر وبطاطس، في شويه مناديل ومعاه هنا. خلينا نفتح من جوه كده. تاخد حته سالكه شويه، الحته الكبيره ما طلعتش كبيره. تمام يلا ندوق. بسم الله،
هي يعني شغاله. ويجز بالنسبه لي في طعم الفراخ احسن من كركي شويه صغيرين، بس بالنسبه لي الاثنين ما افضلهمش في البروست. يعني البركه ده اللي طلع عالمي قوي. لا بصراحه انا ما انبسطتش خالص تجربه ويجز دي. من الاخر وبقى تجربتي لوجبه البروست الاربع قطع من الاربع مطاعم دول، فاحسن حد كلت فيه كان البركه. البركه كان مدينا تجربه طعم ممتازه، كل ستو برده شغاله، بطاطس رز مع الوجبه، ودي حاجه ما حدش قدمها في ثلاثه تانيين. كمان السعر 90 جنيه على وجبه اربع قطع تقريبا. القطع بتاعت البركه كانت هي اكبر قطع في الحجم في الاربعه كلهم. اللي بعد البركه على طول كنتاكي. كنتاكي الصراحه زي ما احنا عارفين ان بيبقى مظبوط بيبقى رايق قوي، وهو المره دي بصراحه كان رايق قوي. طعمه تقريبا نفس طعم البركه، مفيش اي فرق ملحوظ، يعني حاسس ان الاثنين طعمهم واحد بس يختلف الحجم زي ما قلت. بس مشكلتي برده مع كنتاكي ان هو بقى غالي شويتين ثلاثه، يعني 132 جنيه قصاد 90 جنيه. حجم القطع في البركه كان احسن وكان معاه رز وكل سلو وعيش، بس كنتاكي كان معاه بيبسي وبطاطس وكل سلو وعيش. فهو الفرق بين البركه وكنتاكي كان البيبسي والرز. فانا بالنسبه لي من حيث الطعم افضل البركه وكنتاكي، بس كتجربه كامله افضل البركه طبعا. بالنسبه بقى لكاركي ويجزو، هم دول اللي انا لقيتهم منتشرين شويه على الفيسبوك وجروبات الاكل وكده، بس صراحه حاسس ان هي كتجربه ما اتبسطتش فيها خالص. اللي اتبسطت بيه بجد هو تجربه البركه. بس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تقول رايك فيه في كومنت، وما تنساش تقول لنا بتتاكلوا منين فراخ مقليه في اسكندريه واحنا هنجربها السفريه اللي جايه. ممكن تعملوا فولو على الفيسبوك، سبسكرايب على اليوتيوب، وممكن كمان تتابعنا على انستغرام وتيك توك. وسلام.